بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، شعب مصر، التحية والتقدير والاحترام ليكم جميعا. أتحدث إليكم اليوم في لقاء أنا حريص على أنه هو يتكرر كل شهر على الأقل، نتكلم على كل الأمور اللي تهم مصر وتهمنا كلنا، ويبقى ده لقاء معاكم كلكم بشكل مباشر من غير وسيط. أبدأ كلامي بتوجيه التعازي بعزم المصريين فأبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأبنائنا اللي سقطوا في أحداث استاد الدفاع الجوي، وتوجيه التعازي على شهدائنا اللي سقطوا في ليبيا. شهدائنا دول أبرياء وذبحوا أثناء عملهم، راحوا ببساطة خالص يشتغلوا عشان يجيبوا لقمة عيش لأسرهم. كان عمل كبير قوي شنيع ضد مصر وضد أبنائها. ما كنتش أقدر أقدم التعزية أبدا إلا لو قواتكم المسلحة قامت بالثأر وبمنتهى الحسم والقوة. كان ممكن تاني يوم الصبح أروح الكاتدرائية وأقدم العزاء إزاي؟ قواتكم المسلحة قامت بما ينبغي أن تقوم ردا، أنا بقول ردا، نحن لا نعتدي، لا نهاجم، لا نغزو، إنما إحنا بنحمي بلدنا وبنحمي شعبنا. وأنا قلت أثناء زيارتي للمنطقة الغربية، رد فعل قواتكم المسلحة وتوجيه ضربة ردا على هذا العمل كان محل تقدير كل المصريين والأشقاء العرب وكتير من دول العالم. شافت إن ده رد فعل كان لازم وبالسرعة ديت وبالقوة دي. أنا بأكد إن إحنا جيش لا يعتدي على أحد ولا يغزو أراضي أحد، وإن إحنا كنا دايما خلال السنين اللي فاتت وحتى الآن كنا بنحافظ على حدودنا من داخل حدودنا، يعني بندافع عن أرضنا من داخل أرضنا. ما حصلش أبدا إن إحنا اعتدينا أو غازينا. بأكد الكلام ده وبكرره تاني دلوقتي وأنا بتحدث إليكم، لأن قيم موجودة لمصر وللمصريين ولقواتكم المسلحة. تم توجيه ضربة ل13 هدف، دي أهداف تم دراستها بدقة واستطلاعها بدقة وجمع البيانات والمعلومات عنها وعن اللي جواها بدقة وأماكنها بدقة. بقول كده ليه؟ عشان محدش يفتكر إن إحنا بنقوم نوجه ونعمل أعمال عدائية ضد مدنيين. هقول لكم أمر أول أتكلم فيه في العلن، يعني في رمضان كانت عناصر إرهابية بتفطر بعدد ضخم، لكن تم إيقاف الضربة عشان كان في أطفال ونساء موجودين ضمنهم. أنا بقول الكلام دوت عشان الناس تبقى عارفة إحنا بنتعامل مع الأمور دي إزاي، وصبرنا وحلمنا والقيم اللي إحنا بنعتنقها وبننفذها إزاي. اتصل بيا الأشقاء العرب كلهم، جلالة الملك عبد الله ملك الأردن، قدم التعزية شعب وحكومة وقيادة، وأكتر من كده قال قل لي أبعت قوات إيه عشان نجابه الخطر ده. طبعا رد فعل رائع ومقدر، وأنا شكرته الحقيقة، قلت له يعني أنا بشكرك وبشكره دلوقتي من خلال هذا اللقاء. وعايز أقول لكم برضو إن
أشقائنا في السعودية وفي الإمارات وفي الكويت والبحرين كلهم كان موقفهم نفس الموقف ده. والشيخ محمد وهو بيتكلم معايا كان بيقول لي إيه القوات اللي أنا بعتها عشان إحنا مع بعض. وده صحيح، الحاجة لقوة عربية موحدة كل يوم إنها أصبحت أكثر إلحاحا، ضرورة ملحة، لأن التحديات اللي بتقابل المنطقة ودولنا تحديات ضخمة جدا. هنستطيع إن إحنا نتغلب عليها لما نكون مع بعض. أنا بوجه التحية لقواتكم المسلحة على الجهد اللي بتعمله، مش بس في المنطقة الغربية. احنا لما رحنا المنطقة الغربية كان فرصة للمصريين يعرفوا ان قواتهم المسلحة بتعمل ايه هناك. الكلام ده ما تعملش في اليومين اللي فاتوا. قواتكم المسلحة موجودة في الاتجاه الغربي وديكم شفتم، والاتجاه الشرقي في اتجاه سيناء وديكم شفتم، وكمان مع حدودنا الجنوبية. قواتكم المسلحة لا تعتدي، قواتكم المسلحة لا تغزو أحد، إنما تحمي شعب مصر ومصر، وإذا تطلب الأمر المنطقة مع أشقائنا العرب. أنا كنت قلت مرة قبل كده إن أي تقصير هيبقى فيه محاسبة للمسؤول اللي هيتسبب في هذه المشكلة أو اللي هيتورط في هذه المشكلة. أنا قلت الكلام ده في أحداث مقتل شيماء الصباغ، وقلته كمان أو بقوله كمان في أحداث الدفاع الجوي. مفيش مسؤول هيبقى يثبت تقصيره الا ما هيتم محاسبته. مهم قوي تعرفوا ان الموضوعين، موضوع شماء الصباغ وموضوع احداث الدفاع الجوي، امام النيابه العامه. من كام يوم كنت اتحدث مع السيد النائب العام، كنت بعزيه في وفاه شقيقته، فبقول له في التليفون يعني أنا لا أتدخل في شؤون القضاء. أنا هقول النقطة أو هقول الكلمة اللي قالها السيد النائب العام عشان تبقوا أنتوا كلكم مطمنين معايا على إن إحنا عندنا قضاء في مصر شامخ ونيابة عامة شامخة ولا يتدخل في أي مسؤول. قال لي ببساطة خالص: يا فندم محدش هيكون معانا واحنا بنتحاسب، انا هتحاسب لوحدي وانت مش هتكون جنبي وانا بتحاسب. وده صحيح، احنا مش عايزين ان الموضوعات ديت رغم اهميتها الكبيره تخلينا نتشكك في بعض او نفقد الثقه في بعضنا البعض. اصل مفيش مصلحه ابدا في ان احنا نهمل او نتجاوز في حقوق الناس، ده مش هيحصل. وزي ما بقول تاني وباكده، مجرد ما تحقيقات النيابه العامه تنهي اعمالها هيتم اتخاذ الاجراء اللازم في حين. انا هتكلم معاكم عن الفتره اللي انا منذ تولي المسؤوليه وحتى الان، ودي تقريبا فتره بتغطي تقريبا حوالي 7 شهور. في ال7 شهور دول انا توليت المسؤوليه او انتوا كلفتوني لتولي مسؤولية في ظروف بالغة الدقة والحرج على مصر. كان تقريبا في تجميد لعضوية مصر في الاتحاد الافريقي، كان في عدم اعتراف بالتغير والتطور اللي حدث في مصر من جانب كتير من الدول، عدم تفاهم كتير من الدول للأوضاع
اللي بتدور في مصر والمنطقة يمكن كمان، ثم الموقف الاقتصادي، ثم الموقف الأمني. نقاط كتير جدا جدا كانت بدأنا بيها منذ 7 شهور. طب الواقع دلوقتي في ايه؟ على الصعيد الأفريقي على سبيل المثال، اتحركت مصر ونجحت في استعادة عضويتها في الاتحاد الأفريقي أو رفع التجميد اللي كان موجود. علاقتنا احنا اتحركنا، رحنا زرنا الجزائر، ورحنا غينيا الاستوائية، ورحنا السودان، ورحنا أثيوبيا. في تطور إيجابي وتفاهم أكتر في العلاقات بيننا وبين أثيوبيا، وإحنا متحركين وحتى الآن بشكل إيجابي. مصر استعادت وبتستعيد على الصعيد الأفريقي. إحنا بنبدأ حقبة جديدة جدا في العلاقات مع أشقائنا في أفريقيا. في إجماع أفريقي بالكامل من كافة الدول الأفريقية على دعم ترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن الغير دائمة. على الصعيد الأوروبي احنا طبعا استقبلنا رؤساء دول أوروبية من إيطاليا، من قبرص، من اليونان، وكمان التقينا في زرنا إيطاليا وزرنا فرنسا وزرنا سويسرا خلال أو الأيام القليلة الماضية في دافوس. وعايز أقول إن في مزيد من التفاهم ومزيد من الانفتاح ومزيد من دعم العلاقات مع مصر، لأن احنا بصراحة كنا بندي فرصة خلال الشهور اللي فاتت للدول إنها تتفهم ما يدور في المنطقة وما يدور في مصر. والحقيقة ده جاب نتيجة كويسة، لأن احنا يعني اتعاملنا مع الموضوع بصبر، بنوع من إن احنا ندي للآخرين فرصة إن هم يعرفوا من خلال شرحنا ومن خلال جهدنا اللي احنا بنبذله على هذا الصعيد. كمان إنجاز صفقة الأسلحة أو صفقة المعدات العسكرية مع فرنسا. الوقت اللي تم فيه إنجاز هذه المهمة أو التفاوض بشأنها، وكمان التسهيلات اللي قدمت لمصر من جانب فرنسا، وهنا بقى بصراحة لابد توجيه الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي على كل ما بذله من جهود هو وحكومته عشان إنجاز هذه الصفقة بالشروط اللي احنا تحصلنا عليها بيها. والتقينا أو استقبلنا كمان الرئيس الروسي في الأيام القليلة الماضية في مصر، وكانت مباحثات إيجابية تناولت موضوعات كتيرة جدا. لكن في موضوع يمكن تكون المصريين عايزين يسمعوا مني فيه، اللي هو خاص بمحطة النووية في الضبعة. مهم أوي إن احنا نبقى عارفين إن احنا بنبذل جهد كبير جدا في الحصول على الطاقة باختلاف الوسائل اللي ممكن تقدم بها هذه الطاقة. يعني الطاقة المتجددة، الطاقة النووية، الطاقة التقليدية، كل ده احنا بنتحرك فيه لان مصر محتاجة كميات كبيرة جدا من الطاقة دلوقتي ومستقبلا. اذا كنا بنتكلم على تنمية وبنتكلم على استثمارات ضخمة في بلدنا، لازم يكون في حجم من الطاقة يقابل ده. مش معقول مستثمر هيجي يعمل مصانع ويعمل نشاط في مصر ويكون عندنا مشكلة طاقة. طيب يمكن في سؤال، هل الطاقة النووية ضرورة؟ الطاقة النووية أو تعدد مصادر الطاقة أو تنوع مصادر الطاقة ضرورة. يعني ما نقدرش نقول إن إحنا هنعمل محطات طاقة تقليدية من الفحم فقط أو من الغاز فقط. لا، إحنا محتاجين يبقى عندنا تنوع في مصادر الطاقة بتاعتنا، بغض النظر عن التكلفة المالية اللي بتنتج عنها. يعني الطاقة النووية بتتكلف في الأول كتير، لكن هي تعتبر أرخص مصدر للطاقة البعيد. عايز أطمن اللي بيسمعوا أو الناس اللي ممكن تفكر بشكل مختلف في الطاقة النووية. مصر دولة ناضجة جدا ولا تغامر وما عندهاش أجندة خفية تعملها. أنا بقول الكلام ده عشان يبقى الكلام ده حاسم. احنا بنتكلم على طاقة نووية سلمية، احنا عاملين يعني اتفاقات أو موقعين اتفاقية مع فيما يخص
عدم الانتشار النووي واحنا ملتزمين بها، لكن هنا في اطار هذه الاتفاقيه ان احنا نحصل على طاقه نوويه سلميه. تم زياره الولايات المتحده الامريكيه عند القاء الكلمه في نيويورك، والتقيت بالرئيس اوباما خلال هذه المناسبه، وكانت محادثات ايجابيه جدا بشان العلاقات بين مصر وبين الولايات المتحده الامريكيه. وانا بقول ان هي دائما هي علاقه استراتيجيه مستمره. وانا عايز اكد على نقطه هنا، احنا مصر بتدير علاقات توافقيه دول العالم مع الولايات المتحده ومع الاوروبيين ومع الصين ومع روسيا، مع كل دول العالم. مصر في حاجه ان هي تنفتح على كل دول العالم وتتعاون مع كل دول العالم من اجل مستقبل ومصلحه مصر. طبعا زياره للصين بعد كده، واحنا ان شاء الله خلال الشهور القليله القادمه او في ابريل القادم تحديدا هيكون بنستقبل الرئيس الصيني استكمالا للعلاقات اللي احنا بنيناها خلال زيارتنا الماضيه. مهم قوي ان انا اكلمكم على التهديدات اللي موجوده على الاتجاهات الاستراتيجيه المختلفه، واقصد بالاتجاهات الاستراتيجيه يعني اتجاهنا الشرقي، اتجاهنا الغربي، اتجاهنا الجنوبي. الشرقي في حدودنا مع اسرائيل وقطاع غزه، الغربي مع ليبيا، الجنوبي طبعا مع السودان. وبنقول ان طبعا انتم متابعين كويس الاجراءات اللي بيقوم بها الجيش المصري والشرطه المدنيه لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في سيناء. وأنا قلت قبل كده في الواقعتين اللي فاتوا إن في جهد كبير جدا بيقوم به الجيش والشرطة السيطرة الكاملة على سيناء، لأن سيناء لن تعمر التعمير الكامل اللي احنا بننشده إلا من خلال وجود أمن حقيقي واستقرار حقيقي. والجهود المبذولة بتحقق نجاح كبير. لن تنتهي جهودنا إلا بإنهاء بؤر الإرهاب اللي موجودة في سيناء بالكامل. إحنا بنكافح، مش إحنا بس، إحنا والشعب المصري. لأن زي ما قلت مرة قبل كده إن أبناء الجيش هم أبناء الشعب، وأبناء الشرطة هم أبناء الشعب، وحتى المدنيين اللي بيسقطوا أحيانا في عمليات إرهابية هم المصريين. عشان كده أنا قلت في بداية كلمتي شعب مصر الصامت. أنا ذكرت التحديات اللي بدأنا بيها من 7 شهور، وكان في رؤية واضحة ومحددة وإصرار على تنفيذ هذه الرؤية. الرؤية دي إيه؟ أنا قلتها مرة قبل كده وحأكدها معاكم تاني، هي الحفاظ على مصر، الدولة المصرية، مع معالجة كل المسائل اللي احنا فيها اللي هي خاصة بالعلاقات الخارجية والاقتصاد والإرهاب وكل هذا الموضوع. لكن الأصل اللي احنا بنشتغل عليه وبنتحرك بيه هو الحفاظ على مصر. في إرهاب موجود صحيح، لكن الدولة قائمة وفي تقدم وفي تحسن في كافة الملفات اللي احنا بنتكلم فيها. انتبهوا لحاجة مهمة قوي، ما نجحتش مصر في 30/6 إلا بوحدة المصريين. واللي بيتعمل دلوقتي بصراحة الهدف تمزيق المنطقة دي بالكامل. أنا كنت عارف إن الانتخابات البرلمانية هيبقى يصاحبها دايما التنافس، وده أمر جيد. وأنا لما التقيت بالقوى السياسية كنت قصدت بيهم إن أنا أقول لهم عايزين وإحنا بنتنافس نبقى دايما شايفين مصر وحارسين عليها لغاية لما بس نطمن إن الخطر تراجع وإن الدولة عادت بقوة. وده مرحلة، البرلمان القادم مرحلة. وعشان كده يمكن قلت فكروا في ان انتم تعملوا قائمة واحدة تتفقوا فيها مع بعض، عشان مش عايزكم تختلفوا ابدا.
تنافسه صحيح لكن لا نختلف ابدا. وانا قلت واحنا قاعدين واكد عليها، مش عايزين البرلمان ده والتنافس على الانتخابات القادمه تخلينا ابدا ننسى الهدف الرئيسي. الهدف الرئيسي هو وحده المصريين كلهم. محدش ابدا يعني يقول انا مش هشارك، يعني مش مطلوب ان احنا غير ان احنا نتحرك عشان نحقق استحقاق الاخير في بناء مؤسسات الدوله وهو البرلمان القادم. بس دلوقتي زي ما قلت كده ان الرؤيه هو الحفاظ على بلدنا، الهدف الكبير ان مصر، ومش بس مصر والمنطقه كمان. أنا بفكر كل اللي بيسمعني، الجيل الرابع من الحروب ده جيل في منتهى الخطورة بيتم استخدامه في المنطقة بالكامل وفي مصر. الجيل ده بيستخدم فيه الإرهاب كوسيلة، بتستخدم فيه وسائل الاتصال الحديثة، بتستخدم فيه الشائعات، الحرب النفسية، منظومة متكاملة بتشتغل عشان تجيب نتيجة هائلة. ما تقولش اللي بيتقال ده اتقال ولا ما اتقالش. اللي بيتقال ده بيتقال ليه؟ هدفه ايه؟ انا التقيت بكل اطياف المجتمع المصري وعايز اقول لكم ان انا اتكلمت تقريبا كلام مسجل صوت وصوره ما يقرب من 1000 ساعة بيكلموا في السياسه، كنت برد في الاقتصاد، في الاجتماع، في الامن، في الدين، في العلاقات، كله كنا بنتكلم في كل حاجة. أنا عايز أقول إن مفيش في 1000 ساعة دول تجاوز واحد أو إساءة واحدة خرجت من لساني، مش بس ضد أي حد، لا الدولة ولا الفصائل ولا الجماعات ولا لكيانات ولا أي حاجة. إذا كان في حرب معلومات بتستخدم، إذا كان في الجيل الرابع بيستخدم، أنا ممكن أخد كلام وأعمل بيه زي ما أنا عايز. علم وفن وتستخدم عشان تحقق اللي بقول إيه هو الهدف منه. طب أنا إذا كنت أنا لا أتجاوز، أسمح إن حد يتجاوز قدامي؟ طب ليه؟ أنا مش هوضح أكتر من كده، لكن أشقائنا في الخليج لازم يكونوا عارفين كويس إن إحنا بننظر لهم بكل تقدير وبكل احترام وبكل حب. مهم قوي وإحنا بنتكلم على بأشقائنا في الخليج إن إحنا نأكد على إن كل المحاولات اللي بتتعمل ديت دلوقتي لإثارة الخلاف أو الشقاق بيننا وبين أشقائنا لازم نكون منتبهين ليها كويس أوي. بصراحة مصر خلال الشهور اللي فاتت وتحديدا من 30/6 وحتى الآن، حجم الدعم اللي أشقائنا في السعودية والإمارات والكويت كان هو أحد الأسباب الرئيسية اللي احنا مصر استطاعت ان هي تقف وتصمد امام كل التحديات اللي جبهتها. يعني بلا مبالغه، لولا هذا الدعم من جانب اشقائنا، وهقولهم مره ثانيه تقديرا لدورهم، السعوديه، الامارات، الكويت، هذا الدعم هو السبب الرئيسي في استمرار صمود مصر امام كل التحديات والصعوبات اللي واجهتها. مهم قوي ان انتوا تعرفوا ان احنا لا يمكن ابدا نسيء ليكم ابدا، لان احنا حتى اللي اساءوا لينا لم نسيء لهم، فما بال
اللي دايما كانوا واقفين جنبينا. احنا معكم في واجهة كل التحديات اللي بتقابلكم، واحنا قادرين معا برضه بفضل الله سبحانه وتعالى على نتغلب على كل هذه التحديات. ولن يستطيع احد النفاذ فيما بيننا مهما كان قوته ومهما كان تخطيطه ومهما كان مكره اللي بيمكر بيه. الكلام ده انا بوجه بيه الشكر والتقدير جلالة الملك سلمان، لان باتصالي معاه وكذلك مع اشقائنا في الامارات والكويت وحتى البحرين وجدت تفهم للي بيحاك للعلاقات بين مصر واشقائها في الخليج. ربنا يحفظ بلادكم وخلي كمان بالكم من بلادكم. أنا اتكلمت على الملف الخارجي وقلت إن هو خد جهد تقريبا حوالي 15%. الملفات الداخلية يعني خدت وقت تقريبا حوالي 75% من إجمالي الوقت اللي تم أو الوقت المخصص للدولة. هتكلم على المجالس التخصصية اللي تم تشكيلها. تم تشكيل مجالس تخصصية على مستوى رئاسة الجمهورية بنسبة 60% شباب ومرأة من الكفاءات اللي تم اختيارها في المجالس المختلفة بهدف تقديم المشورة والدراسات اللي بتقوم بتنفيذها في مجالات كتير للمجتمع وللتعليم والخطاب الديني وكافة الملفات اللي هي بتهم الدولة في المرحلة ديت. في إطار العدالة الاجتماعية إن المناطق الأكثر احتياجا وتطويرها، إحنا بنتكلم إن مليار جنيه لتطوير البيئة. تحيا مصر هتساهم ب 500 مليون والدولة تساهم ب 500 مليون ويبقى أول منطقة أكثر احتياجا تم تطويرها بشكل كامل تبقى منطقة الدويقة. ولسه هنعمل مزيد من العمل في إطار تطوير المناطق الأقل أو الأكثر احتياجا يعني. تم إطلاق المجموعة الأولى من الغارمات عشان نقول إن مصر بلا غارمات. كان أثناء لقائي مع الشباب تحدثوا عن إن في مجموعة من الشباب محبوسين وهم بينقلوا وجهة النظر ديت، وأنا قلت لهم أنا ما بنكرش إن ممكن يكون في شباب أبرياء، أنا ما بنكرش ده نتيجة الحالة اللي احنا موجودين فيها. قلت لهم أنا مع وزارة الداخلية ومع اتحركوا ولفوا أو تفقدوا كافة السجون اللي موجودة وشوفوا، والقائمة اللي هتجيبوها احنا هنعمل على إطلاق صراحة في إطار الصلاحيات المتاحة. خلال أيام قليلة قادمة هيكون الدفعة الأولى من شبابنا اللي موجودين في محتجزين هيتم الإفراج عنه. برضو ما ننساش في العدالة الاجتماعية الحقيقة ان احنا في اتجاهين. الاتجاه الاولاني ان احنا نوفر منافذ للشباب، لما نتكلم على عربيات مجهزة ثلاجات يشتغل بالعربية دي من 2 لـ3 شاب يتحركوا للمناطق المختلفة وتبقى متقننة الاماكن اللي هم ياخدوا السلع دي بأسعار مناسبة للناس في المناطق اللي هي الأكثر احتياجا. ده خلال الأسابيع القليلة القادمة هنكون العربيات وصلت وجهزت ويتم توزيعها على الشباب والمنافذ اللي هم هياخدوا منها الحاجة. يعني الموضوع كلها بالكامل تكون ترتبط بشكل كويس. فيما يخص الفلاحين وده امر في منتهى الامان احنا نتكلم فيه، احنا اتخفضت غرامات خاصه بزراعه القطن والرز
وتم إسقاط وتأجيل ديون صغار الفلاحين، وبنعمل على تطوير البنك الزراعي عشان يقوم بدور أكبر من الدور اللي هو اللي كتير من الناس حاسة أنه محتاج يتطور ويتحسن عن الوضع اللي احنا فيه. بنحل المشاكل اللي موجودة خاصة بال يعني زراعة القطن، القمح، الرز، السماد. مش هقول ان احنا ننهيها كلها، لكن على الاقل نقلل منها. واحنا التقيت بالفلاحين وسمعت منهم، وبنتحرك طبقا لكتير من الموضوعات اللي هم اثروها. برضو في اطار العداله الاجتماعيه بنتكلم على في 1.6 مليار جنيه متخصصه لصالح تطوير القرى الاكثر احتياجا. كمان تم تخصيص 100 مليون جنيه لأطفالنا اللي موجودين في الشارع. أنا بقولش التعبير دوت لأن بيؤلمنا جدا إن احنا نتكلم منها ما كناش نقدر نسيبهم، مش هنقدر نسيبهم ونغفل أو نبص كده بعيد عنهم ونسيبهم. فتخصص 100 مليون جنيه ده مبلغ أولي، لكن لسه هيتم تخصيص مبالغ أخرى لمعالجة هذه الظاهرة. كنا قلنا قبل كده ان احنا هنعمل 4 مدن لذوي القدرات او لذوي الاحتياجات الخاصه. المجالس المتخصصه ولما اشتغلت في المجلس تطوير المجتمع تحديدا لما اشتغل على الموضوع ده، وجدنا ان الدول المتقدمه لما جت عالجت المساله ديت طتش ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي القدرات الخاصه وعزلتهم، لا ده هي خلتهم جزء من المجتمع. وده اللي بيتم دراسته دلوقتي عشان يبقى احنا واحنا بنعمل معالجه لهذه المشكله يبقى بنعالجها على احدث النظم واحدث الاساليب اللي بيتم التعامل بيها في العالم. هتكلم على المؤتمر الاقتصادي والإعداد ليه. كنت قلت قبل كده 3 نقاط مهمين جدا احنا شغالين فيهم بالفعل. الأول هو القانون الاستثمار الموحد، وحاليا موجود في الوزراء، مجرد انتهائه هيتم يعني رفعه وهنصد عليه، ويبقى كده أول خطوة مهمة جدا تم الانتهاء منها. ثم طبعا حل مشاكل المستثمرين، وده أمر من أول ما بدأنا وإحنا شغالين فيه وحلينا جزء كبير منه وحنكمل فيه. ثم كمان اللي هو الإجراءات اللي هي الشباك الواحد أو الإجراءات حصول المستثمر على التصديق اللازم في أسرع وقت وبأقل جهد وبعيد عن البيروقراطية والفساد. بدل ما بتكلم على المؤتمر الاقتصادي لازم تكونوا عارفين إن اللي بيحصل برضه في مصر واللي تزايد خلال 3 4 أسابيع اللي فاتوا، الهدف منه ان المناخ الايجابي اللي تحقق خلال الشهور اللي فاتت يتم تشويهه بحيث ان احنا نخش على المؤتمر الاقتصادي بشكل غير جيد. هقول في المؤتمر الاقتصادي نقطتين. الحكومه شغاله بمجموعه او بحزمه مشروعات، وهيئه قناه السويس كمان شغاله بحزمه مشروعات. يعني احنا هنخش، وده يمكن أول مرة أقول الكلمة ديت، كلفت الهيئة بأنها تجهز مشروعات خاصة بيها، هي قناة السويس، تقدمها ضمن في المؤتمر الاقتصادي ضمن مشروعات الدولة المصرية. خلال الفترة اللي فاتت أنا كنت حريص على أن يبقى في تواصل مع القطاعات المختلفة للدولة المصرية، الإعلاميين، المثقفين، المفكرين، الباحثين، واحنا مستمرين في ده. خلال يعني تواصلنا هيزيد، واحنا في مكتب اعلامي بيتشكل دلوقتي في رئاسه الجمهوريه بهدف تطوير التواصل بين الرئاسه وبين
الدولة على في كافة المجالات بتاعتها. حركة المحافظين كانت خدت وقت خلال عدد أكتر من 4 شهور نجهز لها، وهي خرجت بالشكل اللي أنتم شفتوا ده. الهدف منه كان إن احنا ننتقي عناصر وفئات جديدة مؤهلة قادرة على إن هي تقوم بالمهمة ديت، وبصراحة احنا محتاجين نوفر لها الوقت والمناخ إن هي تنجح فيه، أو نختبر قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة منها في محافظتها مع الوضع في الاعتبار. لما بنقول إن المشاكل اللي موجودة عندنا كتير، وبنقول التحديات اللي بتجابهنا كتير، وبنقول إن قدرات الدولة كمان مش كتير، دي بتبقى تحدي للمسؤول. مهم أوي إن احنا نبقى عارفين ده، إن المسؤولين اللي بيشتغلوا في الوزارات وفي المحافظات بتشتغل في ظل ظروف صعبة وإمكانيات متواضعة، وده محتاج مننا إن احنا نحط في الاعتبار وإحنا بنحكم على الجهد وبنحكم على النتائج. ده مش معناه إن ده هيبقى تقصير، ده معناه إن المسؤول لازم يبذل جهد أكتر ويبقى عنده أفكار أكتر عشان يجابه وينجح ويحقق في وظيفته أو في مهمته النجاح المطلوب. مهم أوي نبقى عارفين إن معايير اختيارنا لحركة المحافظين الأخيرة دي كانت الكفاءة والخبرة والشباب. طبعا ما زال في قصور وسلبيات، ويمكن أبرزهم الملف الخاص بالشباب. كنت طالبت القوى السياسية باحتواء واحتضان شباب ضمن الكيانات السياسية المختلفة. هيتم قريبا إطلاق مشروع قومي لتأهيل الشباب والشابات وتمكينهم من المشاركة السياسية والمجتمعية. المشروع ده بتتبنى الرئاسة وهي اللي هتقوم بيه، واحنا بنتكلم ان الدورة الواحدة اللي هيتم تأهيل وتدريب الشباب عليها هتبقى من 500 ل1000 شاب وشابة في المرحلة او في الدورة التدريبية الواحدة. بالإضافة لكده الدولة بتتبنى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بنتكلم على سيارات مجهزة سلع غذائية، بنتكلم على سيارات تاكسي، بنتكلم على سيارات نص نقل، مشاريع كتير في هذا الإطار اللي هو تساهم في تخفيف وتقليل حجم البطالة للشباب محدودي الدخل. في نهاية حديثي بأكد إن كل التحديات اللي احنا اتكلمنا عنها وكل المصاعب اللي بيتم وضعها في طريق مصر لن يستطيع أحد بفضل الله سبحانه وتعالى وبإرادة المصريين. إرادة المصريين كانت في 25 يناير وفي 30/6 غير قابلة أبداً إن حد يستطيع أن يقر هذه الإرادة. هننجح وحنتقدم وحنتغلب على كل الصعاب والتحديات اللي احنا ذكرناها ديت. أنا ما عنديش شك أبدا في نصر ربنا لينا، لأن احنا المصريين بنسعى للسلام وبنسعى للأمن والاستقرار والبناء والتعمير والخير، مش لحاجة تانية. بطلب منكم وبطلب من كل اللي بيسمعني يدعو لمصر، يدعو لمصر ويدعو لمصر وللمنطقة العربية بالكامل إنها تنجو من الفتن والشرور المحيطة بها. إن شاء الله سننجو وستتقدم مصر والمنطقة العربية. تحيا مصر، تحيا مصر.
تحيا مصر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.